اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم كنقدمه لكم عبر قناتكم الالكترونيه شوف تي في. الملك محمد السادس استقبل نهايه الاسبوع بالقصر الملكي بالدار البيضاء مصطفى رميد وزير العدل والحريات، احمد توفيق وزير اوقاف الشؤون الاسلاميه، ودريس اليزامي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان. خلال هذا الاستقبال رفع الوزيران ورئيس المجلس الى علم الملك نتائج الاستشارات الموسعه اللي تكلفوا باجراءها بخصوص اشكاليه الاجهاض مع جميع الفاعلين المعنيين. هذه الاستشارات مقدمة بين يدي الملك محمد السادس على اختلافها أكدت أن الأغلبية مع تجريم الإجهاض غير الشرعي مع استثناء بعض حالاته لوجود مبررات قاهرة. هذه الحالات كتهم الخطر بحياة الأم والحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم وحالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة اللي يقدر يصاب بها الجنين. في مقابل حالات الإجهاض اللي سفرت عنها المشاورات حول الإجهاض غير الكافية بالنسبة لهيئة المجتمع المدني اللي بدورها أكدت أنها عندها مقترحات أخرى من بينها أخذ بعين الاعتبار حمل الفتيات القاصرات والمختلات عقليا. من هذا المنطلق اعتبرت حسناء أبو زيد البرلمانية عن حزب الاتحاد الشراكي في اتصال مع شوف تي في أن الإشكال يظل مطروح رغم معالجة هذه النقاط الثلاث. نسمعوا لها وراجع لكم مشاهدينا. ما يتعلق بهذا الموضوع هو فتح النقاش فيه مؤشر إيجابي على تجاوب مع التشخيص الذي تقدمه الحركة النسائية وخصوص الديمقراطية الحداثي، لأنه من حق المغاربة أن يعرفوا أن هذا الموضوع فتحته منذ أكثر من 3 عقود الحركات التقدمية في المغرب بشقيها المدني والسياسي، وكانت بالنسبة لاتحاد الشراكة للقوات الشعبية تأتي كمطلب من أجل فتح النقاش حول إشكالية الإجهاض، خصوصا أنها أصبحت تشكل لا أقول ظاهرة وإنما معطى قائم مرتبط بوفيات الأمهات والشويهات والإشكالات المرتبطة بالأمراض المنقولة، ثم من جهة أخرى مرتبطة بالآثار الذي تشكله من ناحية الكلفة على المجتمع، إضافة لأنه النصوص المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي أو نحبذ الحديث عن الوقف الإرادي أو في قراءة معينة لمجموعة من الباحثين لا إرادي للحمل بناء على مجموعة من الأسباب، وبالتالي نعم النقاش لا نملك مؤشرات حول هل هو جاء في وقته أو متأخر عن وقته، ولكن المهم والأساسي أنه تم فتحه بشكل إيجابي، وتدخل الملكي ربما أضفى على النقاش نوع من الهدوء من أجل أن يخرج من باحت أو حلبت تصارع من أجل التصارع إلى أن يتم فيه نقاش جاد عميق وهادئ من أجل مقاربة الإجهاض كقضية أو الوقف الإرادي للحمل كقضية مجتمعية. الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط واستغل الفرصة خلال تواجده بمهرجان خطابي بمدينة قرسيف وقال بخصوص الإجهاض أن المغرب عنده خصوصيته ويستحيل أن نقتلوا الجنين من الطفل ديال الأم ديالها. ما يتعلق بهذا الموضوع هو فتح النقاش فيه مؤشر إيجابي على تجاوب مع التشخيص الذي تقدمه الحركة النسائية الديمقراطي الحداثي، لأنه من حق المغاربة أن يعرفوا أن هذا الموضوع فتحته منذ أكثر من 3 عقود الحركات التقدمية في المغرب بشقيها المدني والسياسي، وكانت بالنسبة لاتحاد الشراكة للقوات الشعبية تأتي كمطلب من أجل فتح النقاش حول إشكالية الإجهاض، خصوصا أنها أصبحت تشكل لا أقول ظاهرة وإنما معطى قائم مرتبط بوفيات الأمهات والشويهات والإشكالات المرتبطة
بالأمراض المنقولة، ثم من جهة أخرى مرتبطة بالأثر الذي تشكله من ناحية الكلفة على المجتمع، إضافة لأنه النصوص المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي، أو نحبذ الحديث عن الوقف الإرادي أو في قراءة معينة لمجموعة من الباحثين لا إرادي للحمل بناء على مجموعة من الأسباب. وبالتالي نعم، النقاش لا نملك مؤشرات حول هل هو جاء في وقته أو متأخر عن وقته، ولكن المهم والأساسي أنه تم فتحه بشكل إيجابي، وتدخل الملكي ربما أضفى على النقاش نوع من الهدوء من أجل أن يخرج من باحة أو حلبة تصارع من أجل التصارع، إلى أن يتم فيه نقاش جاد عميق وهادئ من أجل مقاربة الإجهاض كقضية، أو الوقف الإرادي للحمل كقضية مجتمعية. عبد العزيز أفتتي القيادي في حزب العدالة والتنمية أشار أن إشكالية الإجهاض خلقت خلاف كبير بين جميع الأطراف، واليوم سجل توافق على أشياء لكن غالبيتها غادي تبقى في بعض الاختلافات، لأن الخلاف تقلص وهذا هو المهم حسب عبد العزيز أفتتي. اسمعوا لي ورجع لكم مشاهدينا. المحاولة البحث على توافق من خلال هذيك الاستشارات اللي كان طلبها الملك من الأوقاف والعدل والمجلس استشاري مجلس وطن حقوق الإنسان، وما عرفتش نوصل، لأنه إذا كيف غادي يبغى يوصلوا لهذا الموضوع. هذا الموضوع كان إلا بغيت تكون فيه خلاف كبير بين الأطراف، ولكن اليوم مع هذا يعني هو دابا وقع تفاهم على أشياء، وفي الغالب تبقى أشياء اللي هي خلافية طبيعي، ولكن هو الخلاف تقلص. هذا هو اللي مفيد، اللي مفيد هو أن هذه الموضوعات ما يمكنش يكون فيها غالب ومغلوب، يعني منتصر ومنهزم. هذه موضوعات كتهم المجتمع واحد المرحلة معينة، على واحد مارتش يمكن 5 سنين، يمكن 10 سنين، يمكن 15 سنة. هذيك خص الناس يبرعوا على تفاهمات يعني كتهم المجتمع في واحد المستقبل، واحد المستقبل منظور. من بعد المجتمع عاود يجلس وعاود يناقش ويشوف شنو الأشياء اللي ممكن يدير إطار التحسين. هذا هو اللي ظهر لي أنا دابا. هذا الموضوع دابا دخل انتقل من العالم ديال الخلاف وديال السجن، العالم ديال التسويات وديال التوافقات يعني المتدرجة. هذا شيء مزيان، هذا شيء مهم، هذا هو اللي كيهم بالنسبة لكم. بالنسبة للعدالة والتنمية اللي كيهمهم هو هذا المسلسل ديال التسويات وديال التوافقات يعني المتدرجة، هذا هو المهم، هذا واحد المنهج مزيان. وغادي نختموا معكم خبر اليوم مع عبد الباري الزمزمي الداعية الإسلامي، اللي أكد أن بعد 40 يوم من الحمل كتزرع الروح في الجنين، وكي تعتبر الإجهاض حينها جريمة قتل. الإجهاض في واحد المرحلة الأولى من الحمل وبالضبط قبل 40 يوم كيكون على كل حال مشروع، كتكون هناك دواعي وظروف، ولكن بعد 40 يوم قلت في الحديث أنه بعد 40 يوم تزرع الروح في الجنين، فعند ذلك يكون قتلا للروح. إذا كان إجهاض بعد شهرين مثلا أو 3 شهور يكون هذه جريمة قتل الروح. لا، هذا خطر على الأم، يعني خطر على حياتها. هذا نعم يكون الإجهاض مشروعا ولو عند الحمل، ولو عند الحمل، يعني فإنك تقدم حياة الأم على حياة الجنين. أما التشوهات الخلقية وغير ذلك من الأسباب فهذا يكون يعني في المرحلة يعني الشهور الأولى، 3 شهور حتى 4 شهور يكون على كل حال ضرورة شرعية. طيب في الحالة الثالثة ديال الاغتصاب وزنا المحارم؟ وهذه فيها يعني فيها ما فيها، لأن يعني
الإصابة ولا لأن المحارب هذا يجب أن يكشف في وقته، لا أن يلجأ إلى قتل الروح. اللهم إن قلنا إذا كان في الشهر الأول من الحمل نقول هذه كلها حرجا في ذلك. إذا مشاهدينا كنختموا معكم خبرنا اليوم اللي خصصنا اليوم الإشكالية الإجهاض وتقنينه في المغرب، أكيد أننا استمعنا المجموعة ديال الأطراف وكانت هذه هي الخلاصة ديالهم. بهذا كنختموا معكم خبرنا اليوم، أكيد غادي نتلقاو في خبر آخر.